انا عمي تبون فوت علي بيديه وكرعيه، كان يسمحوا لي بعشرة وفوت علي. لا مش طامع فيه، طامع في الله. انا الطابله تاعتي عشتني، ولكن حاجه عجبتني فيه انا رجع الهيبه تاع الجزائر، هذه اول حاجه. دوزيام حاجه، الكلمه اللي قالها ما عندهاش 20 يوم ولا 25 يوم، قالوا كان تفتح لنا مصر نخدم في مده 20 يوم، نخدم ثلاث سبيطارات ونعاون اخواتنا في فلسطين. هذه زتنا فخر، فخر وعزه لشعب الجزائر، فخر وعزه. وانا معك عمي تبون، انت ما تمدش ليا، كاين ربي يمد ليا، انت ما عدي ما يهمني فيك. ندعو كل المواطنين والمواطنات بالمشاركه بقوه حتى يكون صوت الجزائر في المحافل الداخليه والدوليه بقوه. وكل ما كانت نسبه الاقتراع بقوه تكون صوت الجزائر في المحافل الدوليه في قراراتها سيده وبقوه. وكذلك ندعو المواطنين والمواطنات في ولايه المنيعه أن يكون لهم مشاركة قوية حتى تكون لولاية المنيعة صوت قوي على مستوى الوطن من حيث الحصول على التنمية وحصول المشاريع والمشاريع السيادية والمشاريع القوية الكبيرة في الجزائر. نفوطي في تبون ونفوطي بيا بعائلتي، وكاع اللي المهمة بنا هذا هو يتهلاو لنا في الشباب. التطلعات نتاعنا شوف، حنايا إن شاء الله رانا بإذن الله مع المترشح الحر عبد المجيد تبون ولاية المنيعة، وباسمي من هنا وباسم شعب ولاية المنيعة نحييه من هذا المنبر إن شاء الله، ونتمنوا له التوفيق إن شاء الله والنجاح والسداد في الأمر، وربي يوفقه. وأنا كشاب راني نمثل الشباب، من نمثل الشباب المقاول الذاتي، الشباب الفلاح، الشباب اللي يحوس على خدمة، راني نمثل فيه هنايا. ونقول يا سيدي الرئيس نتمنوا إن شاء الله تشوف في هاد الشباب بعين الاعتبار. خاص رانا مع تبون، رانا مع تبون وان شاء الله يربح تبون على الانجازات نتاعو اللي دارها، والناس قاعده دايره فيه الثقه وكل شيء. ورانا مع تبون 100%. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.